السلام عليكم ورحمة الله. يعتبر البودكاست والكتب الصوتية أو المسموعة أحد أكثر أشكال الترفيه الصوتي المتاحة على الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي على حد سواء. وبسبب التشابه فيما بينهما، قد لا تدرك الاختلافات الجوهرية بين بودكاست وأوديو بوكس. في هذا الفيديو سأرشدك إلى أبرز الاختلافات بين ملفات البودكاست والكتب الصوتية. في البداية دعونا نحدد هذين الوسطين قبل الانتقال إلى مقارنات أخرى تفصيلية. في جوهرها ملفات البودكاست والكتب الصوتية تعتبر ملفات صوتية رقمية مخصصة للاستماع، لكن الاكتفاء بهذا الوصف يبالغ في تبسيطها. فالبودكاست عبارة عن سلسلة عرضية أو حلقات من المحتوى الصوتي يديره مضيف واحد أو أكثر، ويمكن أن يأخذ مجموعة متنوعة من الأشكال، من جولات الأخبار السريعة إلى مناقشات المائدة المستديرة وأكثر من ذلك بكثير. عادة ما يتم إصدار عروض بودكاست وفقاً لجدول منتظم، بحيث تسمح للمشتركين بالحصول على حلقات جديدة فور صدورها. أما الكتاب الصوتي فهو تسجيل صوتي احترافي لنص موجود، عادة ما يكون كتابة. غالباً ما يوجد محتوى الكتب المسموعة بتنسيق آخر غير صوتي، مما يعني أنها متوافرة بطريقة بديلة لاستهلاك نفس المحتوى على عكس البودكاست. فالكتب المسموعة يتم إصدارها كمنتج واحد وليس عرضاً على شكل حلقات. يمكن أن يكون هناك تداخل طفيف بين الكتب المسموعة مع شكل بودكاست سردي، حيث يروي المضيف قصة واحدة في مقاطع أو يقرأ عدة قصص في حلقة واحدة. مع ذلك سننظر في الاختلافات الأخرى التي تجعل التمييز بينهما واضحا. إن كنت لا ترغب في إنفاق الأموال على الترفيه السمعي، فإن ملفات البودكاست هي الطريق الصحيح. معظم ملفات البودكاست متاحة مجانا، ومع توافر الكثير من هذه البرامج لن تنفد من المحتوى المجاني للاستماع إليها والاستمتاع بها. بالطبع يجب على منشئي البودكاست أن يكسبوا بطريقة أو بأخرى، حتى أن الكثير منهم يضمن إعلانات رعاية متناثرة هنا وهناك، لكنها أسعار صغيرة مقابل المحتوى المجاني، بالإضافة إلى سهولة تخطيها إن كنت لا تريد الاستماع إليها. بعض المدونين يفرضون رسوماً مقابل المحتوى الإضافي أو حلقات المكافأة، إما لمرة واحدة أو من خلال اشتراك شهري في شيء مثل باتريون. الكتب الصوتية قصة مختلفة من حيث التكلفة، فتسجيل محتوى كتاب بكامله ليس بالمهمة الرخيصة، لذلك عادة ما يفرض الناشرون رسوماً على الكتاب المسموع أكثر من إصدار كيندل أو نسخة مادية. طبعاً هذه الفروق بين البودكاست والكتاب الصوتي ليست إلا نقطة في بحر الفروقات الدقيقة المتخصصة أكثر. ونكتفي بهذه المعلومات التي تعرفنا عليها اليوم، إلى أن ألقاكم في فيديو آخر. لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.